حياكم الله. رسميا الأغلبية السنية هل خرجت من دائرة التقدم بعد تزايد الانشقاقات بخروج زياد الجنابي بمعية 10 نواب وعضو مجلس محافظة مؤسسين كتلة اطلقوا عليها المبادرة؟ هنا بات البيت السني في الزاوية الرمادية، فهل سيصطف المنشقون الجدد مع باقي القوى السنية الأخرى، وهل سيؤدي ذلك إلى تغيير موازين القوى لصالح تلك الأحزاب وإقصاء مرشح حزب تقدم السيد محمود المشهداني؟ وما هو دورها في حسم رئاسة البرلمان السبب الرئيس في تشتت ساسة المكون، أم أنها ستكون عكسية ومجرد مناورة سياسية من الحلبوسي لمجرد عدم حسم المنصب إذا ما صحت التوقعات برفض تسنم أي شخصية أخرى لمنصب رئيس البرلمان؟ هل سيسرع هذا التطور من حسب ملف رئاسة البرلمان أم العكس؟ رحب بكم في حديث العراق لهذه الحلقة، وأرحب بضيوفي الدكتور عائد الهلالي السياسي المستقل، والأستاذ الدكتور صلاح الكبيسي المتحدث باسم تحالف الحسم، وأنتظر كذلك أستاذ وائل حازم الباحث في الشأن السياسي. حياكم الله. حياك الله دكتور. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا بكم. أنا عن إذنك شوف جماعة المكون صار الوقت تحت أمرك يا صديقي. شكرا لك. الأخ الأكبر؟ يلا راح أبدأ من عده. لك الأخ الأكبر شنو رأيه بهاي الشغلة اللي جاي يصير؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي أستاذ. رجعنا الأخ الأكبر طبعا. ولضيوفك الله كارم ولقناتنا الموقرة. حياك الله. بكل تأكيد هنالك عتب من الشارع العراقي، وعتب من الكتل السياسية، وعتب من المراقبين للشأن السياسي لكتلة الإطار التنسيقي، والتي تعتبر فعلا هي الأخ الأكبر أو هو الأب للعملية السياسية. نشاهد أنه حالة من التراجع في أداء الإطار التنسيقي، نكوص كبير جدا. هذا مفاده نتيجة الانشقاقات ونتيجة عدم التوافق ونتيجة عدم وجود رؤية مشتركة لكتل الإطار التنسيقي لإيجاد مخرج للأزمة اللي يعاني منها العراق، ويعني اللي نعني بها هي أزمة رئيس مجلس النواب العراقي. فهذا الخلل اليوم اللي جاي تواجه العملية السياسية، أنا بكل يعني ما أعتقده كمراقب للشأن السياسي، أرى أنه يقع في جانبه الأكبر على الإطار التنسيقي. فلو اتفق الإطار التنسيق على تمرير شخصية معينة لمرت من الجلسة الأولى، لكن حالة التجزئة كما قلنا وحالة الانشقاقات اللي موجودة داخل الإطار التنسيقي هي التي منعت هذا الأمر واستمرت حالة الفراغ. بس الإطار يقول لك أنا إذا أتفق على شخصية معينة، نعم، فمعناته أني انحازيت لجهة دون جهة أخرى، وبالتالي نعم إحنا ما نريد أنه نتدخل داخل المكون الآخر، وبالتالي هاي تصير سنة علينا. يعني أنا أعتقد أنه هذه رؤية غير دقيقة وغير صحيحة، وقراءة للمشهد لا تنم على أنه الشخصيات التي تحدثت بهذه الرؤية تمتلك رؤية ثاقبة وتمتلك بصيرة من الممكن أن تكون قائدة للعملية السياسية في البلد. اليوم العراق قد تعطل بشكل كبير جدا. لا يا سيدي، شنو اللي تعطل من الموضوع؟ يعني وصفتها بأنه أزمة يعاني منها العراق. طبعا رئاسة البرلمان شو وين الأزمة بها اللي يعاني منها العراق؟ دكتور محمد عزيزي، أنت يعني أيضا رجل جهلت العملية السياسية منذ فترة طويلة ولك باع في هذا الجانب، وأعتقد أنت مدرك وملم تماما لما حصل الآن بعد حصول الفراغ الموجود في رئاسة مجلس النواب. الرئيس الأصيل ليس كما الرئيس البديل أو الذي يأتي بعده اللي هو النائب ومن ثم يستلم زمام الأمور. هذه المشكلة كبيرة جدا. اليوم لو كان هنالك، احنا لا نطعن ولا نشك في قدرات الأخ المندلاوي، لا رجل هو يعني فاجأنا المندلاوي، يعني حقيقة فاجأنا المندلاوي بأدائه، لكن لربما أنه البعض استطاب له الوضع وأراد أن يدفع بالمندلاوي. وهذا دائما أنا أتحدث، خلي يسمعوها الأخوة في الإطار التنسيقي، دائما أقول أنتم جاي تخلقون ضد نوعي السوداني، أنتم جاي تخلقون ضد نوعي بالإبقاء على السيد المندلاوي في سدة رئاسة مجلس النواب العراقي. لا يا أخوان،
هذا المنصب منصب البيت السني. بس هي المشكلة داخل البيت السني. يعني لو فرضنا دكتور لو فرضنا أنه الآن اتفقوا البيت السني على شخصية. نعم. من اللي يقدر يمنعهم؟ ماكو حد يقدر يمنعهم. دكتور عزيزي إحنا الجلستين يعني اللي صارت الأولى اللي هي جلسة شعلان الكريم والرجل كان قاب قوسين أو أدنى وطلع ما طلع بعد هذا الموضوع. الجلسة الثانية سالم العيسى وأيضا وصل لربما أنه أقرب بشكل كبير جدا من الوصول إلى مطرقة رئيس مجلس النواب. يعني كان يفترض أن يكون هنالك إيثار من قبل الكتل السياسية للدفع. خلاص يا أخي شنو المشكلة؟ ليش نعطل العملية السياسية؟ البلد اليوم أكو انطباع لربما يأتي من الخارج أنه ما يجري الآن هو العملية السياسية غير ناضجة في العراق نتيجة حالة. هسه البعض يقول لا هي ديمقراطية، لا أنه هذا الموضوع هو طبيعي جدا والأمور طبيعية. لا يا أخوان، لا، إحنا اليوم لمسنا أن هنالك حالة من الاستقرار السياسي، صار أكو تفاعل ما بين المكونات الثلاثة زين اللي تدير الدولة العراقية، وشفنا حالة من الاستقرار، شفنا إنجازات. بس مثل ما قلت أنه هناك من يدفع لبقاء البرلمان بهذا الشكل وحتى يدعم محمود المشهداني في سبيل يكون ضد السودان. لا العفو، المندلاوي قصدك. لا حتى محمود المشهداني. نعم، حتى محمود. هذا الكلام يجوز ما يتحدثون عنه بالإعلام، بس هذا بالداخل. نعم. وأيضا يتحدثون عن دعم السوداني للعيساوي ضد المالك. ضد المالك، احسنت. هذا الكلام يثار بالشارع حقيقه. هذا صحيح. لا، احنا ما نريد ندخل بتفاصيل. ليش؟ الشيطان موجود في التفاصيل. احنا اليوم وصلنا الى قضيه اساسيه. خلاص، ما كان هنا الكلام. ندور عن الشيطان. اسمح لي دكتور محمد، احنا اليوم وصلنا انه ما توفق الاخ شعلان الكريم، سالم العيساوي وصل الى كما قلنا قاب قوسين او ادنى. خلاص ادفع سالم العيساوي، انهي المشكله. ليش انا ابقى على المشكله وجودها لربما. وهاي الحالات اللي صارت اليوم، هنالك تشظي اليوم اصبح في البيت السني اكثر من السابق. اليوم خروج جماعه يعني اكثر من 11 نائب عن كتله التقدم. وين نوصل؟ يعني ادري يعني شنو مثل كنا ابي يصير كتله بالمكون السني. مو صحيح هذا. احنا نريد كتله سنيه كبيره قويه فاعله تشارك في العمليه السياسيه وفي رسم العمليه السياسيه بالبلاد. حاله التشظي والمراهنه على تشظي البيت السني لن ولم يخدم العمليه السياسيه برمتها. هل الاطار يقصد يريد يشظي البيت السني؟ لو كان الاطار لديه الرغبة الحقيقية لإنهاء هذا الملف كان أنهاه من الجلسة الثانية. لا بس يعني عنده نية يريد يشظي البيت السني. أكيد يريد يعني يفلش البيت السني بهالطريقة. لا، مو يفلش. يعني هو البيت السني مرتكز أساسي من مرتكزات العملية السياسية داخل العراق. هو هنا بيت من ثلاث بيوت. زين. فبالتالي إن عمل الإطار بهذا الاتجاه أو لم يعمل. زين. هذا الموضوع غير صحيح يا أخوان الكتلة السنية. نعم، وأنا متحدث بهذا الموضوع بشكل كثير جدا من خلال القنوات الفضائية. نعم، هنالك مشكلة داخل البيت السني اسمها عدم أو نقص كبير جدا في القيادات اللي موجودة داخل البيت. لا يعني لا نقلل من شأن القيادات اللي موجودة، أغلبها قيادات شابة. زين. لكن قيادات البيت السني ما نقدر نقارنها بقيادات البيت الشيعي لسبب او البيت الكردي، لسبب انه تلك القيادات اللي نتحدث عنها الشيعيه والكرديه عملت بالمعارضه لفترات اكثر من 60 سنه. زين. فبالتالي لربما ان الاخوه الموجودين في البيت حديثي احد على العمليه السياسيه، ناس ما داخلين العمليه السياسيه سابقا ودخلوا من 2003 الى اليوم بالعمليه السياسيه. فبالعكس انت لازم تساعدهم على تنضيج وتنظيم وترتيب اولويات البيت السني حتى يكون شريك فعال. اللي قاعد يصير شنو؟ اللي قاعد يصير بالعكس انه هنا يحاولون تفرقتهم؟ يعني البعض يراهن على هذا الموضوع انه من الممكن انه عمليه التفرقه تسهل عمليه السيطره على الكتل السنيه اكثر من زين. يعني استاذ وائل الحازم حياك الله. مرحبا، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك. حياك الله. شنو قصه الجماعه اللي انسحبوا من تقدم؟ ليش انسحبوا بهالطريقه المفاجئه؟ وين راح يروحون؟ والله يا دكتور محمد القضية مخزية، حقيقة مخزية. مخزية؟ مخزية. خزي، هذا اللي صار خزي. يعني الخزي على اليمن. يعني بعد ما صارت اكو تغريدات البارحة على قضية مبالغ وعلى قضية صوت شباب كل نائب 250. اوقف الاستاذ وائل، اوقف الاستاذ وائل، ارد اعيد وياك صوت. اعطوني صوت. ما اوقف، هذا قاعد. ها؟
ما اقول اللي صار البارحه مخزي. اي شنو عليه من الخزي؟ قضيه انه الكلام صار على موضوع 250 الف دولار لكل نائب. طبعا مو كلهم، اكو جزء من عندهم استلم اموال. ايه وهذه الواقعة حقيقة اللي صارت في بيت علي العيثاوي بالحارثية. أنا ترى كل شيء ما أدري، أنت احكي لي إياها مثل ما هي. كل شيء ما أدري، وداعتك أنت. أنت كل شيء ما تدري. أنا كل شيء ما أدري. أنت كل شيء ما تدري. سولف لي إياها، سولف لي إياها، هو شنو مطينهم كل واحد 250 ألف دولار لكل نائب ينسحب؟ يعني هذا البارحة تغريدة لأحد الإعلاميين. إيه. أثارت هذا الموضوع. أثارت موضوع أنه المبلغ الكلي وبتقسيمه على عدد النواب يطلع حصة النائب 250 ألف دولار. إيش قد مطينهم؟ هذه الأموال وزعها شخص ابن سياسي. أي. ولد شاب من صلاح الدين. هو اللي يقود هسه الحراك ضد الحلبوسي، هو وشريكه، عنده شريك بهذا الموضوع. شريك من؟ هسه دصبر لي هسه جايك بالسوالف، لا تستعجل علي. وصار الاتفاق وصارت القعده ببيت علي العيثاوي بالحارثيه وتم الموضوع راح. ولكن لا بس سؤال استاذ وائل علي العيثاوي منو؟ عضو مجلس محافظه. اي زين. اكو بيهم لا يعني ما انخرط بهذا الاتجاه، واكو بيهم بعد يعني ساعات قليلة أعلن انسحابه من هذا التكتل أو ما أعرف شنو اللي يسموه، ورجع إلى صفوف تقدم. بالنهاية قبل النهاية إيش قد المبلغ اللي دفعوا لهم إياه؟ مو قلت لك 250 ألف دولار. أي يعني في 250 ألف دولار في 11 شخص؟ لا هم مو 11، مو قلت لك مو كلهم استلموا. مو كلهم استلموا. زين. وهم مو هم شلون دعش؟ ليش دعش؟ ما ادري اللي انسحبوا ايش قد؟ هم 8 نواب. ايه رجعوا منهم اعتقد 1 أو 2. ايه وكان يشار على انه 3 اعضاء مجلس محافظه بغداد. أيه. احدهم مباشره، احدهم ما كان موجود اصلا بالتصوير، وراسا نزل الخبر انه اني ما منسحب، اني بعدني بتقدم. فالعدد اعتقد 6-2، يعني 6 نواب. 6 نواب واثنين اعضاء مجلس محافظه اللي هم عمار الحمداني وعلي العيثاوي. شوف انت من تحكي لي على الاسماء راح اقول لك كريم ابو سوده. كريم ابو سوده اللي قال احنا لو ينطونا مليارات ما نعوف تقدم وما نعوف محمد الحلبوس. لا بل كريم ابو سوده كان يقول ان تقدم مشروعنا. وأنا اللي حق في قيادة التقدم مثل ما للحلبوسي حق في قيادة التقدم. كريم أبو سودة. إيه وفهد أستاذ فهد الراشد. زين هسه شغير أو طلع بهالطريقة. وعمار الحمداني اللي قال نتوضأ من نجيب طاري الحلبوسي. أها. إيه هذه. هذول يعني كلهم طلعوا. كلهم طلعوا. شنو توضوا بال 250 ألف دولار؟ لا أتيمم. ها أتيمم. إيه هنا يتوضأ هنا يتيمم. ما شاء الله. بالتالي. ايه ليش اقول لك اللي صار خزي؟ ايه لانه ما اعتقد اكو احد ندعم من حزب تقدم مثل ما ندعمت هذه الاسماء. زين الفلوس منين اجت هاي؟ ها هذه الفلوس قلت لك وزعها ولد شاب من صلاح الدين، ابن سياسي معروف. يعني كأنما تشير الى يزن مشعان الجبوري. انت هسه اني هو لو مو هو انت اذكر اسماء، انا بالنسبه لي ما اذكر اسماء. زين انا ما ادري يعني ابن سياسي معروف، ماكو واحد معروف بصلاح الدين. اذا بس كلهم معروفين مشعان الجبوري، اذا هو او مو هو ولا حق الرد علينا اذا ذكرنا صلاح الدين. كلهم معروفين. بالتالي هذا الشخص يعني من طريقه تدخله وشريكه اللي وياه ووجودهم في جبهة خاصة بينهم وبين الحلبوسي يشار إلى أنه دعم هؤلاء من قبل محمد شياع السوداني. محمد شياع السوداني؟ أي طبعاً. يعني الأموال جت من محمد شياع السوداني؟ هسه أنا ما قلت الأموال، أنا قلت دعمهم. عاد ما أعرف دعمهم بالأموال، دعمهم بغير شيء،
دعم سياسي هذا مو واضح عندي حتى لو زين ليش يدعمه محمد شيع السوداني؟ ذول الاثنين من الخط القريب جدا من محمد شيع السوداني و هذا الشيء ما مخفي على الشعب العراقي. اكو قضية استثمار وقضية تجارة وبنوك إلكترونية وكذا، يعني كثير من الأمور زين صار بيها شغل ويا الحكومة يعني بدعم من السيد رئيس الوزراء. للأمانة أنا كنت مستغرب من موقف رئيس الوزراء على اعتبار أنه قبل تشكيل الحكومة السيد الحلبوسي أخذ السيد محمد شياع من إيده وراح على مسعود برزاني أقنعه بالتصويت للحكومة وأقنعه بالدخول إلى تحالف إدارة الدولة. زين بس فهمني، يعني أنت أشرت بالإشارة، ما قلت هذا مش يزن مشعار الجبوري، بس الشريك منين؟ شريك شنو؟ شبيه؟ شريكة منين؟ من المكون. من المكون شو يشتغل سياسي؟ أبوه هم سياسي. هم أبوه سياسي؟ شاولي ذات السياسيين لعبوا بكم طوبة. لا تشعبالك ما شاء الله. مشكلة مو هنا أستاذ محمد. المشكلة أنه أرجع وأقول لك هسه هذا موضوع حرب الحلبوسي. هسه قد تكون هي مو رغبة رئيس الوزراء. ولكن هي رغبة هؤلاء أصدقاء وده يأثرون عليه بشكل كبير. فقدروا يكسبون رئيس الوزراء إلى جانبهم في حربهم ضد محمد الحلبوسي. طبعا هو أنا بالبداية القضية كانت مستغربة، قلت لك أنا على الصعيد العام أنا أعرف موقف الحلبوسي من محمد شيع السوداني كيف دعمه وكيف دعم حكومته، وحتى على المستوى الشخصي أنا أعرف في مجالسنا الخاصة كيف يتحدث محمد الحلبوسي عن محمد شيع السوداني. لكن أرجع وأقول لك قد تكون هذه يعني قضية إنه دخول محمد شيع السوداني. كلام مو دقيق هذا. بس إذا سمح لي خلي يكملوا معلومة تو وأنت كمل وراء. يعني قضية دخول محمد شيع السوداني على السلطة التشريعية في انتخاباتها هي حقيقية؟ بانتخابات هذه الأخيرة؟ إيه. طبعاً واضح. داعم لسالم العيساوي؟ هذا الكلام مو من جيبي، هذا الكلام ذكره أكثر من نائب. زين. التدخل كان واضح. في أي بأي مجال تدخل انسحاب حتى في قضية انسحاب النواب هذه الحادثة اللي صارت قبل يومين هي أيضا بموافقة محمد شيع السوداني وبدعم منه. هاي يعني محمد شيع السوداني هو اللي سحب النواب؟ مو هو اللي سحب، هو دعمهم حتى يسحبون بأي طريقة. فهمني هؤلاء الشخصين اللي مدعومين من محمد شيع السوداني زين هم اللي يقومون بهذه العملية. هم منهم قولهم هسه هم واضحين يا اخي تقول اسمائهم بعد سبقت اسمه واضحين استاذ محمد. عموما ارجع واقول لك في بدايه الامر انا كنت مستغرب، بس حقيقه راح الاستغراب لانه هذه المعادله هي معادله هي اللي انتجت السيد محمد شيع السوداني، يعني معادله دعم الخاسر وابعاد الفائز هي اللي انتجت حكومه السيد محمد شيع السوداني. زين تمام، شنو علاقه حتى انتقل للدكتور صلاح تاخرت علي، شنو علاقه سالم العيساوي بالموضوع؟ يعني هسه مثلا ذول اثنين شركاء ود السياسيين يروحون يجيبون فلوس ويجيبون نواب محمد شيع السوداني ويرشونهم ويجيبوهم يخلوهم بطرف اخر، شنو وهذا سالم عيسى وشنو قصته، شنو علاقته بالموضوع؟ لا علاقه ولا لا هم هو هذا الفريق كله باداره وتكتيك وتخطيط من ذول الاثنين اقصد سالم عيسى له علاقه به ولا هو شنو له علاقه؟ هو غير هو من فريقهم تمام، غير الدعم الواضح من الكتله اللي داعمه الحكومه لسالم عيسى بالانتخابات الاخيره. يعني الموضوع ترى مو مخفي، تحدث عنه الكثير من النواب. بس الكتلة اللي داعم الحكومة إذا تقصد الإطار فالإطار متشوي. لا 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 أكو كتلة، أكو نواب يسمون نفسهم كتلة دعم الحكومة، هذول النواب هم اللي صوتوا لسالم العيساوي بالانتخابات الأخيرة. هاي الكتلة اللي بتوجيه من محمد شيع السوداني على هاي الكتلة اللي على أساس سواها أبو علاء الولائي.
هي هاي تقصدها؟ ما اعرف انا العرفة. لا تعرف كل الزين وكل ساعة رايح على شو اسمه، لا تشلع قلبي والله ترى تشلع قلبي. المهم زين، المهم بالتالي هذه المواجهة طبعا. هذه المواجهة حقيقة خل اسمع طرف ثاني، يلا خل اسمع طرف ثاني وارجع لك بالتفصيل. يلا شنو هاي؟ فضيحة هاي، والله العظيم فضيحة هاي. يعني احنا من التاهوات والمدري شنو يجيبهن جماعه الحلبوس، هسه طلع جماعتكم هم غضب اسود هم يجيب ويذب، ولا تقول لي ذولا اجوا مجانا. انا ادري كل الزين انه ماكو نائب هالايام عنده فكر وعنده عقيده وعنده شو اسمه. تحيه طيبه حياكم الى ضيفيك الكريمين والى جمهوركم الكريم. يعني للاسف اليوم اذا فشل السنه في المنظومة السياسية بالبلد، هذا الفشل رح يعود على المكون الشيعي والكردي، وبالتالي هو فشل المنظومة السياسية بشكل عام في العراق. زين، يعني أنا لاحظ هناك صدمة لدى الأخوة في تقدم، ويعني يكونون الاتهامات مرة يمينا مرة يسارا، السيد رئيس الوزراء دعم هذه الكتلة. يعني احنا شفنا الجلسة الأخيرة، يعني اعتقد شاهدتوها وشفنا التدخل كان واضح من احد وزراء تقدم، سيد رئيس الوزراء. يعني علينا ان نكون منصفين، لا ظهر بصور، لا ظهر في تدخل معين، ظهر منه احد وزراء تقدم اللي كان موجود في كافتيريا البرلمان وقاعد باجتماعات. احنا ليش نجي نقلب الحقائق؟ يعني انا اقوم بعمل ثم اقلب هذا العمل عليك يا محمد او على دكتور عايد، ماكو هيك منطق. تقدم اليوم يعاني معاناة كبيرة جدا نتيجة التخبط في سياساته، نتيجة الهزات الكبيرة. هاي قصة اكو اثنين، والاثنين دول مشترين النواب. ليش هي ما صايرة قبل؟ يعني محمد ما عليه، بس بساحتكم ما تصير. بس اسمعني اسمعني يا اخي، بس احنا هم يعني بين الاذن والعين ايش قاعد؟ اربع صاير. اربع صاير. ليش صدقتوا الحلبوسي دفع انطوا تاهوات؟ شوف وظليتوا تحجون عليه بالاعلام، قلتوا الحلبوسي وجماعته انطوا تاهوات وطلعوا 200,000 دولار وجابوا الفلوس من الكويت، غير هاي يقولونها انتم. شوف اقول لك، ظهر كلام على السيد الحلبوسي عام 2018 انه هناك صفقه قادها احد النواب في حينه من صلاح الدين، والصفقه كانت ب 30 مليون دولار. تذكروها كل الزين مناسية. هل اجي ابني اني حقائق وفق هذه المعلومات واني ما شايفها ولا اني عايشها ولا اني شاهد عليها ولا اني كنت جزء منها؟ يعني المنطق يقول اذا اكو هناك صفقات اطرق الاسم وطين المعلومه، اطيني مستند عليها. اما انه اني اجي واكيل الاتهامات يمينا ويسارا، وابن زعيم وابن اذا ولد الزعماء هيك سووا، لعد الزعماء ايش حيسوون بتقدم؟ اذا ولدهم هيك سووا، لعد الزعماء ايش حيسوون بتقدم؟ اخي العزيز، اذا ولدهم يدفعون 250,000 دولار اخي العزيز، الزعماء يدفعون بملايين الدولارات. يعني اولا هذا اتهام لكل الاخوه اللي انسحبوا من تقدم. انا استغرب اليوم منظومه التقدم الاعلاميه. بالامس كان النائب زياد الجنابي هو السرقال الرئيس، وهو رقم واحد المفضل لدى الرئيس محمد الحلبوسي. اليوم اشوف بالصفحات اتهامات زياد الجنابي انه هو مزور، وانه شهادته مال الاعداديه ومال معهد الفنون مزوره. اخي ماكو انقلاب بين يوم وليله، انت اذا كنت تدري بيه مزور فالاتهام ما يجي بعد خروجه بيوم واحد. اليوم الاتهامات بالسابق كان عمار الحمداني الوفي للرئيس، ومن قال اللي يحكي عن الرئيس خليه يتوضا من انتقدنا، قالوا لا هذا جزء من الوفاء للرئيس. اليوم والله هذا كان يقول اني اللي يحكي عن الرئيس خليه يتوضا. دكتور تتعلق على ما قاطعتك ابو دره، ما قاطعتك رجاء. لا دا اسالك ابو دره، لا حتى اعرف شو ما قاطعتك، لا تقطع. دا اسالك سؤال، دا اسالك، نعم انت تحكي بصوره عامه ولا تجاوب على كلامي؟ لا انا اتكلم بصوره عامه. فهذه اتهامات من تقدم، صار يومين بحاله صدمه كبيره. اليوم تقدم اذا كانوا خلال الاسبوع الماضي او القبله او خلال الجلسه الثانيه لمجلس النواب يدعون الاغلبيه، واحنا الاغلبيه واحنا احق بها، بعد هذه الصاعقه اللي اجتهم، يعني شوف حتى مرشحهم تخلى عنهم، مرشحهم اللي كانوا داعمين محمد تخلى عنهم. اليوم استاذ وائل يقول 6 نواب، لا انا اقول لك 8، هاي الصوره 8 نواب موجودين،
واكو خلال هاليومين هذه اربع نواب من الانبار راح ينسحبون، او ثلاثه امراه ورجال اثنين او ثلاث رجال من الانبار راح ينسحبون. نحسب على 250؟ ها؟ نحسب على 250؟ هاي الامور اللي ما تشوفها بعيننا لا نتكلم بها. شوف اكو اكو حقيقه، اكو واحد شافها، اكو حقيقه، اكو ما شفناها بوقوف. اقول لك اكو حقيقه مثبته وقاعده علميه. السفينه اذا تغرق هل من العقل تبقى انت جالس بيها؟ هاي يعني غرقت سفينه الحلبوسي؟ طبعا طبعا طبعا. يعني خروج السيد الحلبوسي من رئاسه مجلس النواب ثم بعدها الطعن بمرشح تقدم السيد شعلان الكريم، بعدها السيد شعلان الكريم هو خرج، بعدها طالبوا بالماده 12 وما صارت، وراها لجأوا الى دعم مرشح السيد المالكي اللي هو الدكتور محمود. ترى هاي ضربات مو هينه على التقدم، وبالتالي زادت الضربات على الرئيس. اليوم تقدم يمر بأسوأ احواله، وصدقني لا يوجد حزب جماهيري في الساحه السنيه نهائيا، ومن يدعي ذلك لا يعلم من الحقيقه شيء. الساحه السنيه تتبع صاحب المنصب القوي، منو رئيس مجلس النواب، منو اللي عنده سلطه قويه، هذا جمهورنا السني في محافظاتنا، وهذا ما يقلل من شاننا. احنا جمهورنا يتبع السلطه، يتبع السلطه، لا يتبع مرجعيه دينيه ولا يتبع مرجعيه سياسيه. نظام البعث عندما سقط عام 2003 عام 2004 الجمهور السني كله راح ويا الحزب الاسلامي، بعدين راح ويا بقيه الاحزاب، هذا واقع محافظاتنا. ماكو يا محمد بقاء على نفس الحال، ماكو استمراريه. اليوم من صاحب المنصب؟ من كان يقوي الحلبوسي ومن كان يقوي جمهوره الذي يدعي به هو السلطه اللي كانت عنده. بمجرد ازاحه واجتثاث السيد الحلبوسي من المنصب اللي كان هو به انتهت هذه السلطه اخي. وبالتالي نوابه واعضاء مجلس المحافظه انتظر ما سيحصل في مجلس محافظه بغداد في الايام القادمه. يعني هم راح يصير عندهم انشقاق؟ الانشقاقات ستتوالى منا لحد عقد الجلسة، وبعد عقد الجلسة إذا يعني سارت الأمور بخير وسلامة وفاز رئيس مجلس نواب جديد بالتأكيد هو مو من تقدم، فشوف الانسحابات اللي راح تصير في تقدم. تقدم لن يتبقى فيه أكثر من 6 نواب للدورة المقبلة. حديث عن أنه إحنا قبل شوية أنا سألتك قلت لك يقولون محمد الشياع السوداني متدخل على الخط، نعم، وقاعد يشتغل باتجاه دعم العيساوي. لا. الان استاذ وائل اكد القصه هاي، يقول لك هذا الرجل جاي يشتغل مقاولين، يعني ناس رجال اعمال ومعطيهم شركات وبنوك الكترونيه، ويروحون يجيبون 250 نواب ويشترونهم كل واحد 250,000 دولار. شنو علاقه محمد الشياع السوداني بهذا الموضوع؟ هذا تدخل اصلا ما له علاقه به المفروض. اولا انا اتحفظ على ما تم طرحه بخصوص دوله رئيس الوزراء. زين، دولة رئيس الوزراء استاذ محمد الشياع السوداني ابن المكون الشيعي واللي العراق كله استبشر خير وياك تحفظ. نعم، شكرا. واللي العراق كله استبشر خير بولادة قيادة للعراق لربما سوف تكون طوق نجاة للعراق والعملية السياسية، وهو سار بهذا الاتجاه. زج اسمه بهذا الموضوع كلام خطير جدا. ليش خطير؟ ولن لا خطير سياسي. لا اسمح لي. الرجل رئيس وزراء الان، تنفيذي ما له اي علاقه بالسياسه الان، يشتغل في المجال التنفيذي. هاي نقطه. النقطه الثانيه انه عمليه زج اسمه هو محاوله لتقليل من انجازاته، محاوله لتضييق المساحات على محمد الشياع السوداني بعد النجاحات الكبيره وبعد الحضور الجماهيري الطاغي لمحمد الشياع السوداني او في نفوس الجماهير العراقيه. هذا الكلام انه سيد محمد الشياع السوداني يتدخل في صناعه المشهد السياسي داخل البيت السني وان هنالك اموال، هو تيار الفراتين الان ما منطي اي اهتمام، اللي هو الاساسي اللي من الممكن ان ينطلق من عنده. ما منطي اهتمام. ارجع واقول انا ما قلت الاموال من محمد الشياع السوداني. لا ما كلامي واضح. ولا اتهمناك. ما قال الاموال من محمد الشياع. ولا اتهمناك، بس انه عمليه زج اسمه بهذا الموضوع لا. اذا هنالك جهات تحاول ان تساعد جهات شيعيه، انتبه لي يا دكتور محمد. هنالك جهات على ما يبدو سنيه تساعد جهات شيعيه لا تريد للسيد السوداني ان يكون هنالك او مستقبل للسيد السوداني في العمليه السياسيه بالعراق، او لا تريد له ان يكون في
دورة قادمة أو لا تريد له أن يكون حاضر في المشهد السياسي. فهذا كلام خطير انه اسمه يزج بهذا. لا شنو الخطير بالموضوع؟ لا اخي لا علاقه يا ماك رئيس وزراء ما نحكي عليه واحد محمد شاع السوداني شنو يعني مثلا كان الاولى كان انا تفتهم انا شنو القدسيه لمحمد شاع السوداني؟ لا المالكي حكوا عليه السوداني الكاظمي فسخ وتفسخ نعم العبادي دمروا وتدمر ماشي الجعفري ما ادري صار عياد علاء وشنو يعني واحد محمد شاع السوداني واحد شنو الواحد واحد لا شنو الواحد اسمح لي انا اقول لك شنو المختلف في محمد شاع انا اقول لك محمد شاع السوداني اذكى من ان يكون ضحيه لهكذا مشروع محمد شاع السوداني الذي لم يلوث بجميع الملفات محمد شاع السوداني الذي شهد له القاصي والداني بانه شخصيه نزيهه اليوم تريدون تضيعون عندنا محمد شاع السوداني العراق اليوم استبشر خير بوجود محمد شاع السوداني استاذ محمد دكتور محمد عزيزي والاخوان الضيوف الاكارم والمشاهدين احنا اليوم ما نريد اي شخصيه تسيء لمحمد شاع السوداني. محمد شاع السوداني ما عنده اي ملف، لا تجيبوا له ملف تستوردون له ملف وتزجونه به. كان الاولى كان الاولى لا بس من يفتح ملفات اسمح لي حبيبي خويا بس مستشارين محمد شاع السوداني ذاك اليوم يقول لك 220 ايش يعني بس كذا بس شنو زين واحد ما يتهم محمد شاع السوداني هسه اسمح لي علي بن ابي طالب اتهموه بدي اسمح لي خليني اقول لك هسه انت تريد معدي جواب لو ما تريد هسه السوداني سياسي حال السياسي لا توصل الى مرحله انت تقول 250 مستشار لمحمد شاع السوداني انا قايل سمعته انا حتى 220 مدري خلي يسرون 300 ليش محمد شاع محمد شاع السوداني هل لديه معرفه كافيه بالذره والمفاعلات النوويه؟ هل لديه معرفه كافيه بالسياحه؟ هسه محمد شاع السوداني على المفاعل النوويه حتى يجيبون لنا ذره يا سيدي كريم سواهين هذا كله محمد مو 250 اذا تسمحوا لي يعني زياد 220 لا لا ما يقارب ال 20 مستشار عندهم لجان اللجان هناك اعضاء المستشار يحتاج الى تمام غير غير غير, غير هذه الادوات اللي هي تنطيك الصوره عن انت تقول لي هسه ما عنده معرفه بالذره مثل بيمن اي طبعا وهسه وش سوى بالذره هسه عوف الذره المفاعل زين عنده معرفه بالطيب غير يريد له مستشار بالطيب بالسياحه غير يريد له مستشار بالسياحه عنده بالهيكليه بيخالف يا اخي عنده بالهيكليه لا رجاء المستشار الامين هو سر نجاح اي مسؤول تمام لا لا دكتور محمد عزيزي يعني كان الاولى انه هذا الكلام يوجه الى احد القيادات اللي موجوده داخل الاطار التنسيقي وهي القيادات السياسيه، كان يكون مثلا المالكي، كان يكون مثل عمار حكيم وغيره وغيره من القيادات، من الممكن ان هذا الكلام يكون مقبول، اما ان يكون محمد شاع السوداني لا يا اخوان، هذا الموضوع يعني خطير وانتم جاي تاثرون على هذا الرجل ولربما انه تريدون يعني انتم متقصدين استضافه محمد شاع السوداني ليش يعني؟ ليش انا يعني ما اعرف احنا اليوم استبشرنا خير وقلنا انه هذا الرجل اجى واستلم الامور والشارع كله راضي يعني مثل طاحت الشارع بس دخل لا 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 والله اكثر من مره سمعت كن على ثقه كن على ثقه واني هسه الرجل يعني انا ما تربطني فيه بس علاقه صداقه خبزه انا ويا خبزه وعلاقه صداقه خبزه وما علاقه صداقه بيني وبينه بس محمد شاع اجل واطهر وانظف من ان يلوث ايده بهكذا تمام خويا شنو محمد شاع السوداني جايبه عليكم؟ اصلا انتم بيناتكم مشكله واحد يدفع للثاني، انتم قبل فتره قالوا عليكم دفعت الجماعه بالتاهوات والفلوس شنو بعدين محمد شاع هيك يعني هيك كلش منو انتم؟ يعني هيك لهالدرجه كل شيء ما يفتهم رايح يحط فلوس لفلان وقاعد بنص ويا هو عاطيط السياسه يعطيهم محمد شاع السوداني فلوس؟ انا ما قلت هو ها والله انا ما قلت هو نطى فلوس بس تقدر تورطوه قوه يعني قوه ده قاعد يورطوه هو نطى يابا ما دا اقول هو عموما زين يدعم حتى يدعم هو مو شغله هذا ابو مصطفى عقلي وزن بلد بدليل انه قاد العراق اليوم الى بر الامان وهذا يحسب له والتاريخ غير عنده حزب غير عنده حزب غير يشتغل سياسه هو مش هو هسه الحزب مالته ادري هو هسه جاي يشتغل على الحزب مالته عم جاي نتوسل فيه نقول له افتح مكاتب سوي تستقطب ناس يقول لا خليني اشتغل عندي امور اخرى وملفات اهم من ان اشتغل بالسياسه زين كفيلك الله يا معود زين ايش الشكل يعني زين هذا انسان شو تقول ناجح هو هسه اذا تدخل بهذا الملف هو هذا الشيء معيب يتدخل مع الكتل السياسية هذا مو قانوني يتدخل لربما انه يحافظ على العملية السياسية لا هذا مو قانوني ما يتدخل التشريع في العملية السياسية لا لا اسمحني لا لا هذا مو قانوني اكو فصل بين السلطات المفروض ما يتدخل محمد شاع السوداني واذا تدخل اكو فد شيء معيب اذا تدخل المفروض يحاسب يحاسب لا يتدخل بحذر ويعرف وين يخلي رجله زين
خطواته يحسبها وزنها. لا يتدخل كرئيس وزراء في هذا المجال على ما اعتقد المفروض يحاسب صح؟ لا لا ماكو شيء اسمه يحاسب، ليش يحاسب؟ هو ما حد يتحاسب. انت بلد برلماني وهذا البرلمان. زين انتوا ليش رحتوا هسه عرفتوا الكل ورحتوا كلمتوا محمد شياع السوداني خصومكم بيناتهم واحد يدفع منو للثاني؟ بس دقيقة دقيقة انتوا واحد يدفع للثاني، ليش رحتوا لمحمد شياع السوداني؟ محمد محمد حتى نفرز أي. الكلام شو خصومكم ورحتوا انتوا التعليم الحاسبني؟ انا انا اقول على تقدم. يقول خصومهم انا مو تقدم احسب يخالف، لكن الكلام الكلام هو على جوز. احنا مو مثل ما يقول استاذ عاد يقول تسقطون، لا جوز نريد ننصحه لانه عمليه الاتكاء على الخاسرين راح تكون نتيجتها فاشله. زين فانت يا محمد الشياع السوداني اذا كنت تريد حليف لك بالمناطق السنيه وهذا من حقك، جوز تريد تشكل كتله تشكل قائمه تدخل بها انتخابات، النصيحه يجب ان تكون بهذه الطريقه انه اكو ناس خاسرين، اكو ناس ما حصلت بوجود الحلبوسي وبعدم وجود الحلبوسي في ارضيه الحلبوسي وخارج ارضيه الحلبوسي، هؤلاء لا يعول عليهم. ابحث عن ناس تقدر تشتغل وياه تكون ناجحه، ابحث عن ناس بعيد عن الفكر القديم بعيد عن المشاركات القديمه. يعني هسه احنا احكي لك مشكلتنا شنو احنا مع سالم العيساوي؟ احنا كفعاليات سنيه وطنيه شنو مشكلتنا؟ مشكلتكم عركه صارت بين الـ بين الـ بين سالم العيساوي والحلبوسي. واحد ثائر لحد هاي اللحظه، هاي البلد كله واقف على عركه صارت بين سالم أبداً وبين الحلبوسي. هذا لزم الحذاء يريد يضربه وهذا لزم المفاضل يريد يضربه، هاي البلد كله واقف على أبداً أبداً, ابدا 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 ها المشكله. أنا في يوم من الأيام قعدت ويا واحد من قيادات عزم. هسه دكتور صلاح يقول راحوا على مرشح المالكي دكتور محمود المشهداني اللي هو هسه إذا نروح للبرلمان. هو مرشح المالكي يا أبو درة. مرشح عزيزي. لا الدكتور المشهداني مرشح كتلة عزم. ايه هو مدعوم من المالكي ثم دعم. هسه مدعوم من المالكي مثل ما هسه سالم العيساوي دعمت يجوز العصائب او دعمت، يعني هي مصيبه او مو مصيبه. ايه هذه ما لها علاقه، لا تلبسون الموضوع شيء بشيء. زين القضيه واضحه، هو مرشح عزم ولانه عزم ما قدموا له شيء. طبعا ما قدموا له مو لانهم ما يريدون يقدموا له، لان ما عندهم شيء يقدموا له. انسحب منهم، شكل الصداره. ما صار اكو تطبيل لهذا الانسحاب رغم انه الاسماء اللي انسحبت اسماء رنانه. مثل ما صار هسه وكانما حزب تقدم انضرب قنبله نوويه هيروشيما وقع وراح انتهى. اسماء قويه قيادات كبيره انسحبت من عزم ومن السياده وجدت التحقت بعدين سووا كتله والتحقوا بتحالف تقدم. ما صار الترويج لها مثل ما هسه يصير الترويج لكتله مبادره. لا لا شنو ترويج؟ شنو ترويج؟ انت اليوم بانتخابات وخاسر لك 8 نواب وخاسر لك 8 نواب والبار واحد يقول له انا اتوظف بدري بيش وواحد يقول له ما ادري شلون. يا عمي الله يحبه بعده يتفضل لحد الان. الله يحبه والله العظيم اسمع مني، الله يحبه. يحب من؟ يحبه للحلبوس. ايه يا عمي اكو اسماء طلعت. ان الله اذا حب عبدا ابتلاه. اكو اسماء اذا اكو اسماء من اللي طلعوا. ايه الله وكيلك كانت العالم ما تجرع تقدم من وراه. ايه وراحوا راحوا. هذا صوته، هذا صوت بالبرلمان هسه. ماكو صوت، عندك ماكو صوت. عزيز عزيز دكتور محمد جديد خذيت عمليه البناء. القضيه مو قضيه اليوم مباشر. احنا دا نحكي اللي يهمنا اليوم من قضيه سالم العيساوي. ايه انا قعدت ويا واحد من قيادات عزم سألته قلت له أنت لمن تدعم؟ قال أنا داعم سالم العيساوي. قلت له يا أخي عجيبة، أنتم مرشحكم عزم مرشحكم محمود المشهداني، هاي طبعا ذيك الجولة الأولى مال الشيخ شعلان، فأنتم مرشحكم محمود ليش تدعم سالم؟ قال محمود ما يكاون طبعا بحرب احنا شنو سالم يكاون من؟ يكاون الحلبوسي يكاون تقدم. ليش أنت هسه شعبالك هسه هم كل الكتل هذه المجتمعه
شنو هي شنو طموح هسه؟ هو ليش الإصرار على رئاسة المجلس؟ حتى يقضون على تقدم ويبعدون الحلبوسي ويبعد. عبالك يعني اكو فد رؤيه لقياده المؤسسه التشريعيه؟ اي هذا معناه انه الحلبوسي ما كان سلوكه سيء جيد وياهم بالدليل انه وصلوا لهاي المرحله. لا 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 وعيونك لا وعيونك مو بهذه الصوره. هسه اكو جزء بيهم نعم عنده خصومه وخصومه شريفه وماشي بخصومته ما حد يقدر يقول له على عينك حاجه. زين. لكن انا اذا واحد مزور شهادته ولكفتها المحكمة الاتحادية وطلعته قام يحكي على الحلبوسي، يا ليش تحكي على الحلبوسي؟ يقول لك والله ما وقف لي. إيه شنو ما وقف لي؟ خاطر الكعبة يعني أنت مزور شهادة إلا أخراد راد فلوس ده يفتح حزب ما انطاه قام يحكي طلع الرجال إلا بس إذا تقصد مش عن الجمهور طلع مش عن الجمهور بعدين شهادته مو مزور الرجال هسا عاد هو ليش طلع؟ هسا يعني واحد هم يعني هسا هو ليش طلع؟ هاي كلمة حق يعني بس هذا كلام مو كلامي هذا كلام مش عام لا بعدين رجع وحكمت للمحكمة بأنه شهادته حقيقية رجع هسا رجع يعني مش عام هسا ما رجع هسا غير شكل بس بما أنه مرت لازم نذكرها لا 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 عزيزي لا هو الرجل بلسانه قال أنا أقالوني بسبب وقوفي مع التحالف الثلاثي والحلبوسي ونواب الحلبوسي أو الديمقراطي أو التيار الصدري ما وقفوني تمام هسا الأغلبية راحت هسا عموما هسا الأغلبية راحت وين راحت؟ ماكو بعد أغلبية لتقدم يا أخي بس خليني أوصل لك الفكرة لأن أنت تتكلم بمكان أنا أتكلم بمكان ثاني محمد قضية مو قضية أصوات وأغلبية ومن يلزم رئاسة المجلس هذا الكلام مو بالي أنا أتكلم لك على أنه أكو جهة جاية تريد تصعد شخص إيش قد ما بيهم دا يقنعوه إنه يصعد حتى يسوي حرب مع محمد الحلبوسي. طيب أسألك محمد الحلبوسي قوي لو ضعيف؟ قوي. وسالم إذا صعد حيصير قوي لو لا؟ حيصير قوي. في معادلة صراع الأقوياء يروح بها الضعفاء. زين. يعني أستذكر لك فت حادثة رغم هي أليمة ويعذروني أهالي الشهداء. لكن في معركة الإطار والتيار ماكو أحد من الطرفين خسر أحد قياداته اللي راحوا هم البسطاء شهداء سقطوا بهذه الحالة لا شاهد الأكبر معركة داعش مو معركة داعش معركة داعش أنت في معركة داعش ايه أنا بعيني شفت سرى على المغيسل شهداء الحشد الشعبي بالنجف طبعا ما شفنا أحد من القيادات انجرح فالقضية هي قضية تمس المجتمع وتمس الناس وتمس البلد زين يعني انت اطرح لي اليوم شخص هسه اوكي هسه احنا تهنا ما بين الاغلبية بين ست سبع كتل متحالفة تقول احنا اغلبية وما بين كتلة واحدة الطرفين يصرحون احنا اغلبية طيب انتم ما تقدرون اليوم تشطبون كل الاسماء المرشحة زين وتجلسون تختارون شخصيه واحده من خارج ما راح اعرض هذا بعد خوب الحلبوسي هو العطل الموضوع شلون طبعا من البدايه متفق ويا سالم العيساوي ومشتغل على هذا الموضوع ومتنازل ليش حبيبي لا لو انا لو ما يصير ماكو مو صحيح مو صحيح لو انا لو هذا المنصب ما يصير لو انا لو هذا كذا بمشيها بهالطريقه عليك العباس تسلع صحيح هذا الكلام هم يقولونه مو انا ما ادري والله ما شايف لا عزيز 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 القضيه انه اتفقوا السياده بصورتها القديمه التقدم وخميس الخنجر على ترشيح اسماء رشحوا خمس اسماء بعدين قمزه والجماعه ذبوا اسم سالم العيساوي وصار الاتفاق ما بين شعلان وسالم زين من اللي يفوز نروح وياه فاز شعلان خربت الجلسه تهمه وتقدم اي متقدم مرشحه فاز راحوا بعدين ما بعد الجلسة تمام باختصار أرجوك باختصار قالوا له الشعلان أنه الحلبوسي ضحى بيك شنو ضحى بيك المهم هو اقتنع وانسحب إيش قالوا بعدين قالوا الحلبوسي المفروض يدعم واحد من المرشحين الباقين بما أنه مرشح انسحب دعم محمود المشهداني قالوا ها دعم مرشح المالكي يا أخي شنو مرشح المالكي هذا مرشح حزم يعني انت لو سالم العيساوي لو تجي يا حلبوسي انت ونوابك
البالغ عددهم كذا وتقف ورائنا وننتخب سالم العيساوي حتى يحاربك ويحارب حزبك وكذا وما لو انت مو خوش هذا هسه خذوهم هم قام ياخذون بيهم واحد واحد يظل بس الحلبوس باخر اخر الحلقه لا 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 ها لا لا وعيونك والله قاعد تقول عن 250ات 250ات سهله عندهم هواي جماعه حتى لو لا لا ما انا قلت لك هم مو كلهم استلموا اكو جزء بيهم رفض شنو هم جماعه تقدم وشله خلينا نغادر لا لا ما غادر والله واهم بحلقتي محمد والله اهم بحلقتي انا منكشف فساد سياسي لا لا ما في شغل شنو شغل يعني اتهام بلا دليل شنو اتهام صلاح لا انتم من اتهمتوهم ذيك المره دليل ما ممكن في يوم من الايام اتهم اي كتله سياسيه دكتور انا اشوف الشيء بعيني دكتور خو انا ما عندي وقت بعد خلي غادرنا 27 مليار خلينا بال 250 الف شلون ال 27 مليار غادرناها ما لي 27 مليار خلينا شنو 27 مليار شنو 27 مليار هي 27 مليار انت ثقيله شنو هي 27 ثقيله التهاوات ال 20 اللي طلع من معارض النهضه هاي بس انت شفتها ابو مليار مو حد شافها بس انت شفتها معلومه شنو هي 27 مليار شنو ذني خلينا عبرها لا يا اخي اشرح لنا اياها لا بالحكايه كل شيء بوقته حلو خلنا نفهم كل شيء بوقته حلو لا خلنا نفهم لا كل شيء بوقته حلو ماكو هذا كلام عام زين شنو الكلام العام شنو كلام عام ليش عندك كلام خاص لا اخي عشان احنا بدنا نحكي بالعموم شنو جاي شخص وياك اني لو انت جاي شخص وياي احنا بدنا نحكي كلام عام بالتاكيد هذا كلام عام انا من اتكلم واقول لك قعده وبيت علي العيثاوي تقول لي هذا اتهام باطل وش اتهام باطل انا احدد لك وده انت تحدد كل واحد قبض 250 يا اخي جيب الدليل جيب الدليل يعني شنو الدليل شلون بدي تجيبهم يلعب شلون اذا ما شفت شلون تحكي اذا ما هسه اجى واحد اذا مالك حق تتكلم على اي شيء يخص محمد الحلبوسي ما يصير انت كل شيء ما يصير يا اخي ما يصير عزيزي صارت مشاكل اذا مالك حق تتكلم على اي شيء يخص محمد الحلبوسي لان كل شيء ما شفت منه انت انت اللي تتحدث عن التهامات وحكيتوا على التهاوات وحكيتوا على من واقف باب ال لكن دمك محروق كان ما دكتور حبيبي دكتور يعني انت اولا احنا ما نتهم تقدم انت اخويا اي شيء احنا ضمن منافسه سياسيه دكتور مقبوله للجميع وهذا عمل صراحه اذا انت ما تتهمك هواي الناس يتهمون اخي انا ما اتهم بدون ما اشوف عيني اذا ما عندي اوراق وادله شلون اتهم انا اشكرك جدا دكتور واشكرك جدا دكتور اشكرك جدا استاذ وائل ايه تطلبني لا وقتي خلص وقتي انتهى وقتي انتهى الاتهامات مرفوضه الاتهامات مرفوضه ايه والتلميح ابتهاوات وفلوس نعم. وغيرها اذا ماكو دليل هذا امر قضائي باكر عقبه تعجب دليلك شنو انت تتهم هذه الكتله وذيك يعني لو يصير محمد الحلبوسي هذا المكون السن ايش كبره ما مثله بس الحلبوسي اللي خرج بقضيه تزوير طبعاً يعني انت نجيب لي واحد غير على مستوى صعيد الجماهيري الله يخليك لا على مستوى صعيد الجماهيري ما يمثل منو واحد يمثل صلاح الكتله يا صلاح معروف لا صلاح لكن الاخطر من هذا الاخطر من هذا اتهام رئيس الوزراء لك شباب اثنين هم يشتغلون ولد قادة انا مو منطق انا مو منطق لا يحركون رئيس وزراء يحركون رئيس وزراء لاعب لا يا اسمحوا لي يعني اذا اكو جهه نقابيه حق الرد مكفول للجميع لاي واحد ذكر هنا من كل الاطراف اسمح لي استاذ وائل خلص وقتي انا ما قلت يحركون رئيس الوزراء هذا الكلام لا لا بس اسمح لي مو صحيح لا انت ما قلت هذا الكلام صحيح قلت انه غير شيء اولاد سياسيين شباب تمام من هو يزن وسرمك شنو؟ من هو؟ طبعا لا شنو؟ يعني هسه محمد شاع السوداني يعني يزن سرمد؟ هذه العقلية الراجحة الكبيرة يعني هو ذكر كانت البلد لا لا دكتور وانقذت البلد يعني هو ذكرهم يزن وسرمد؟ بين واحد محمد شنو السالفة؟ يا اخوي شنو عرفتوهم هيك معناتها لهم علاقة بالموضوع؟ لا شنو لهم علاقة؟ ليش اشرتوا غيرهم؟ ما رحتوا دورتوا غيرهم مثلا؟ شباب ولا سياسيين هم هذول الشباب ولا سياسيين اللي جاي يشتغلون منذ فترة وبدت أسهمهم تصعد بالمكون السني زين هسه ربما يصيرون هم الوريث لآبائهم أنا حي بس مو هيك الحكي لا هم ابنه دا يشتغل وهو رجل سياسي وما حد تهمه
يا حقيقة أحيي كل القيادات السياسية اللي ولدهم دا يشتغلون محتى هم. شكرا لك استاذ وائل. نعم. شكرا والله عبرت على وقتي أشكركم. يلا تعالي في أمان الله.